السلام عليكم لويزه ديال الام ايمن، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لويزه ديالنا اليوم الدرس ديالنا ديال تنبات الوريقات المبتدئات. بزاف ديال البنات اللي وعدتهم اللي كانوا عارفه كيديروا لنا وريقات كما وعدتكم غادي نديرها لكم، واليوم جات الفرصه باش ندير لكم طريقه التنبات. هنا كما كتشوفوا ثلاثه ديال الاشكال ديال الوريقات، وكل ورقه خدمت لها الطريقه، يعني هذه خدمتها طريقه مختلفه، يعني مختلفين بعضياتهم ولكن راها سهله وواضحه. وحاجه وحده البنات، بالنسبه للستيلو بزاف ديال البنات كيديروا ستيلو بيك، انا كنقول لكم وياكم تخدموا بستيلو بيك. كاين هذا الستيلو كيتباع عند مالين ولا وازم الخياطه، يعني اللي كيبيع العقيق هذاك الشيء، هذا خاص ديال الثوب. بالنسبه هنايا انا غادي نديرها لكم مباشره وغتشوفوا ما غاديش يبقى. هنا غادي نحاول ما امكن نكتب يعني سميتي هكا، وغادي نديروا الششوار قدامكم وغادي تمسح، يعني هذا صراحه زوين. انا غنديرها لكم شتو ها هو ما بقاش مشى هذاك الشيء، حاولوا ما امكن تفاداو ستيلو، بقى تراسيو بالكالكا ولا ما بانت لكمش تراسيو هذا ستيلو وصافي. الويزه ديالي تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، طبيعة الحال الى عجبكم ما تنساونيش باللايك ديالكم والتعاليق زوينه. بغيتكم هذا الفيديو تكثروا ليا باللي لايك والتعاليق، ودائما ام ايمن كتموت عليكم داخل الوطن وخارج الوطن. يلا فرجه ممتعه وما تنساونيش باللايك وكنموت عليكم. شكرا. السلام عليكم الوزير ديال ام ايمن، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. الوزير ديالنا اليوم الدرس ديالنا ديال الوريقات المبتدئات، كما قلت لكم الفيديو السابق غادي ندير لكم فيديو خاص للمبتدئات، حيت بزاف ديال التعاليق اللي كنلقى عفا كيديرين لنا الوريضات من الاول حتى الاخر ان شاء الله طريقه المبتدئات. اليوم غندير ثلاثه الوريقات. اول حاجه قبل ما نكمل نهضروا، كاين هذا الستيلو هذا اللي كتشوفوني انا معمرني تراسيت بالستيلو بيك او لا شي ستيلو اخر ديال مداد، الا هذا الستيلو هذا خاص ديال الثوب البنات، هذا خاص ديال الثوب، هي مع المصلوح الحديده كيمشي، هذا كيتباع عند مالين لوازم الخياطه. المهم انا كنشري عند مول اللي كيبيع شي ديال الطرز العقيق وكل شيء، هذا خديت كاين الكحل وكاين الزرق، كنت خديتهم واش 20 درهم الستيلو ولا 15 درهم ما بقيتش عاقله بالضبط، حيت هذه راه شي عام وزياده باش خديته ولا عامين صراحه. هو اللي كنخدم به واخا كترشم، يعني كنعاود الرشمه ديالي بهذا الستيلو الا ما باليش مزيان، ولكن مع الحديده غير الحديده كيمشي الراسو. يعني ها نتوما كما كتشوفوا غادي نحاول نتراسي بين الرشمه ديالي حيت ما كيبان ليش صفر، وغادي نعاودو بستيلو، وهذا راه ماشي ستيلو عادي، ستيلو خاص ديال الطرزة البنات، هذا كيتباع عند مالين لوازم الخياطه شتو، وكيبان لكم ستيلو ولكن خاص بالخياطه صافي. غادي نحتاجو انا غنخدم معكم ثلاثه ديال الالوان. بالنسبه لهذا العقيق هذا البنات راه ماشي العقيق الغالي كما ديجا قلت لكم، بالنسبه للبنات اللي تبغاو يتعلموا حاولوا ما امكن تشريو غير هذا الماركه هذا، غير تعلم غير تعلم هذا سي هاش ا، هو راه انصحكم ما تخدموش به الباس ديال الجلابه ديالكم ولا، غير تعلم هذا نصيحه ديالي غير تعلم، علاش عنده عبار واحد اللي غيساعدكم في التنبات صافي. هذا ما انا ناخذ هاد ثلاثه الالوان، وكما كتشوفوا عندي ثلاثه الوريقات، كل ورقه غادي نوريكم الطريقه اللي جاتكم سهله خدموها، يعني غنعطيكم ثلاثه الطرق ونفس يعني نفس الزواقه الطريقه مختلفه. غادي نبدا على بركه الله، غادي ناخذ دبره الخيط غادي نقولوا بسم الله. بالنسبه دابا الطريقه الاولى غادي نبداو هنا من الفوق هكا، ركزوا معايا، غادي نحط حدايا هنا الجوهر المهرس قدامي، خديت العقيق الكري او النقري، غادي ناخذ أربعة الحبات ديال هاد الجوهر، خديت أربعة كما كتشوفوا هانتوما، خدوا أربعة الحبات. وحاجة وحدة بالنسبة لبرا النمرة كما كنقول لكم دائما نمرة 10 خاص بالتنبات، والخيط ديما ديروه على أربعة شعرات، يعني ديرو جوج وفاش غتجمعو يعطيكم أربعة هاكوما. حاولوا ما أمكن كما كتشوفوا، حاول نكمل كبر الكاميرا كما كتشوفوا، دخلوا ودفعوا، يعني فاش كدفعوا كتجيو لحد ديال الحد، يعني اخر الغرزه الرابعه الحد ديالها، باش ما يبقاش يعني واحد لي سباس بيناتهم، يعني خصنا تجينا خدمه متقونه. غادي نجي وندخل الابره ديالي هكا، الطريقه ديال البنات شدادات اللي بغاو يتعلموا التنبات. نجي هنا البنات شوفوا، غنجي هنا ما غاديش نزاحم، نحاول نهبط شي شويه، علاش الا جيت لصقتها هنايا غادي يجيني مراكبين، غادي نجي نهبط منها غير شويه ما نبعدش ونفس الوقت ما نقربش شتو عافينا.
نحاول نزيد نكبر الكاميرا باش تبان لكم مزيانه البنات، يعني هكا حسن، نتمنى تكون واضحه. قولوها لي واش واضحه. هنا اشنو غنديروا؟ لاحظوا معايا مزيان، هنا غادي ناخذ بعد مره كناخذوا بحال دابا بدينا باربعه، نقدر نبداو نكملوا باربعه وعاد هي غتزاد لينا، يعني غتكبر لينا رشمه. هنا خديت اربعه الحبات، لاحظوا معايا كيفاش كندير. ها انتم كندفعوا وعندنا كما كتشوفوا الخط الوسطاني، لاحظوا معايا النص ديال هاد الورقه عندنا النص. اشنو ما غاديش نجيب انا الابره ديالي في هاد الخط، لا غادي نخلي بيناتهم الخط والخط واحد الخيط، فهمتوني؟ هكا شوفوا معايا مزيان، وغادي نحط الابره ديالي يعني بعدت على هاد السطر هذا، ها هو باش ما يجيونيش مزاحمين. نتوما ركزوا معايا، ها الطريقه اللي غنديرها دابا، غادي نخدم غير النص ورجع النص اخر، صافي. انا كنقول لكم بالنسبه للبنات المبتدئات اللي بغاو يتعلموا التنبات، يعني بالنسبه للتنبات كاينين ثلاثه الطريقات. غناخذوا كذلك كما كتشوفوا، نقدروا بحال هكا تكبرنا الشمر، كنزيدوا نديروا خمسه. دابا هنا عندنا دائما نبداو غير بربعه ديالنا هكا، غادي نجي عاود حداها ما كنبعدش وما نقربش. غادي ناخذ خمسه ديال الحبات ديال الجوهر ديالنا هكا، حيت دابا المسافه راه غتبقى تكبر ليا، فهمتوني؟ نجي عاود حداها نهبط غير شويه. هنا غناخذ كذلك خمسه، كنبداو بالنص نص، كذلك هنا ناخذ خمسه هكا البنات. ودائما دفعوا، غادي نجي ها فينا، يعني ما كندخلش في السطر، شتي السطر كاع ما كندخل فيه. نجي عاوتاني عاوتاني حداها وما نبعدش وما نقربش، ناخذ كذلك حتى هي خمسه الحبات ديال جوهر مهرس، يعني بالنسبه للطريقه المبتدئات هكا بدات خدمو هكا. وندفع، خاصني ندفعوا باش نشوفوا الحد ديالنا فين كاين. نجي عاود هنا ما نبعدوش وما نقربوش، دائما كنقولها لكم ناخذوا خمسه الحبات، يعني اكبر عدد في التنبات في الوريقات هي خمسه الحبات، يعني الا درنا اكثر البنات كيبقى يطلع لينا. غادي نجي هنا كما كتشوفوا، نجي عاود هنا لتحت شي شويه وناخذ كذلك خمسه الحبات ديال الجوهر مهرس، وندفع وغادي نجي نحط الرقيق ديالي. نجي كذلك عاوتاني هكا، ناخذ خمسه الحبات ديالي جوهر هانتوما، وكندفعوا دائما كندفعوا، وغادي نثبت الابره ديالي هكا. نجي هنا، هنا ما غاديش ندير خمسه، هنا دابا غادي نقص، غندير اربعه الحبات هكا صافي، وغنسرح الخدمه ديالي هكا. هنا كملت الخدمه ديالي، اشنو غنديروا؟ غنعقد الخيط ديالي وندوزو من تحت باش نكمل النص ديالي هنايا، ركزوا معايا مزيان، غنعقد ونرجع معكم. هانتوما عقدت الخيط ودوزتوه، عقدتو عاوتاني هنا بداك المسافه اللي كاينه من تحت باش ما تجينيش الخيط طويل وغيتجبد لينا، كنعاود نعقدو هنا. هنا عاوتاني نفس الطريقه، غادي نجي هنا حداها كما كتشوفوا، كنجيو مقابله مع هادو، خصهم يجي هاد الخدمه هادي يجيو مقابلين. غادي نجي عاوتاني ها فينا، غادي ناخذ اربعه الحبات ديال الجوهر مهرس هكا، وغادي نجي البنات نقابلها مع هادي، يعني غادي نجي ها فينا، ركزوا معايا مزيان هكا. نجي عاوتاني نهبط واحد شويه ماشي بزاف هكا، وغادي ناخذ كذلك اربعه الحبات الجوهر المهرس، وغادي نقابلها مع هاد الحبه هادي هاي، يعني هاد السطر، يعني كنمشيو مقابلين مع بعضياتهم باش تجينا مقادين، فهمتوني؟ هنا غادي نجي نهبط عاوتاني شويه. هنا البنات غادي ناخذ كما كتشوفوا عندي خمسه، كذلك هنا حتى هي غادي ناخذ خمسه الحبات الجوهر المهرس هكا. دابا انا التليفون دائما تحت عينيا، راه داكشي كتشوفوني كنتمحن شي شويه ولكن ماشي مشكله. نجي مقابله معها هكا، شتو يجيو مقابلين معاهم. نجي كذلك عاوتاني هنا حداها ما نبعدوش بزاف، ناخذ خمسه الحبات ديال الجوهر مهرس،
نجي نقابلها مع هذه، يعني كيجيو مقابلين مع بعضياتهم. شتو كيجيو مقابلين مع بعضياتهم. نجي عاوتاني هنا حداها، غادي ناخذ كذلك 5 الحبات تاع الجوهر هكا، ونقابلها مع الجوهر اللي حدا هكا. نجي كذلك عاوتاني هنا حداها، ناخذ 5 الحبات الجوهر مهرس. انا يعني كندير معكم الطريقه ديال المبتدئات هكا، نقابلها معها كما كتشوفوا. نجي عاود كذلك هنا حداها، الثوب هذا راه غير ثوب عادي ماشي ديال هذا رقيق، هذا كيتمزق الا جريتو بزاف كيتمزق. غادي نجي عاوتاني نقابلها معها، هانتوما راه ماشي شي حاجه صعيبه البنات هكا. نجي عاود هنا حداها، ما كنبعدوش بزاف البنات. غادي ناخذ كذلك 5 الحبات، غادي نجي هانتوما مقابله معها كذلك. غادي نجي هنايا، غادي هنايا غير بعض الحبات، يعني راه نفس الحساب اللي عندي هنا عندي هنا، هنا غير رشمه شويه ناقصه هنا، يعني الرشمه هاد البصل زايده شويه على هادي، رشمتها غير راسي بلا غير هكاك. غادي نجي ها فينا، ها انا كملت الورقه ديالنا، يعني كما كتشوفوا 4 يعني مقابله مع 4، يعني 5 مقابله مع 5 كما كتشوفوا. يعني الا حسبنا هنا غنلقاو بحال هنا، ها نتوما نحسب لكم باش تاكدوا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كذلك هنا غنحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذه الوسطانيه ما حسبناهاش، الا حسبناها كنحسبوا هنا 10 ولا طلعنا غنلقاو 10، يعني نفس الحساب اللي عندنا هنا عندنا هنا. هنا غندور نمشي نوريكم طريقه اخرى قبل ما نكملها. كما كتشوفوا انا ما كنكمل لياش كنكون مبرزطه، غادي نكمل 3 باش نسد ما نخليش هاد الرشمه كتبان ليا، نسدها البنات. غندير 3 ها فينا، وغنمشي حتى الجهه الاخرى غنزيد ندير 3، غندير 3 الحبات كما كتشوفوا، وغادي نقابلها مع صافي. ها حنا سالينا كاع داك ستيلو اللي كان حنا ساليناه. دابا نرجع معكم هنا البنات عاوتاني، غادي نجي كذلك هنا الفوق، غادي ناخذ دائما 4 الحبات كما كتشوفوا. غادي نسرح الخيط ديالي هكا، وغادي نشوف الحد ديالو ونخرج الابرة ديالي هكا. غادي نجي عاوتاني نفس الطريقه، غادي نجي هنا نهوي شويه نهبط ما نهبطش بزاف، وكذلك غادي نحاول ناخذ هنا 5، ركزوا معايا شنو كنقول لكم، 5 وغنسرح هكا، وغادي نجي هنا حداها. يعني كما كتشوفوا ما كنشبهش نيشان في وسط الخط لا هكا، غنجي الجهه الاخرى. دابا غادي نبدا نخدم من اليمين واليسار. كذلك هنا غناخذ حتى هنا 5 الحبات ديال الجوهر مهرس، وغنجيبها مقابله معها، يعني مقابله معها هاك، يعني كنخدموا اليمين واليسار. كذلك غادي نجي نهبط شي شويه ما نهبطوش بزاف وما نبعدوش بزاف، لاحظوا غناخذ 5 الحبات الجوهر ديالي هكا، ودائما ملي كندفعوا العقيق ديالنا حاولوا دفعوا وشوفوا الحد ديالو فين كاين، ونخرج الابره ديالي. نمشي الجهه الاخرى نفس الطريقه، مره اليمين مره اليسار، غناخذوا عاود كذلك 5 الحبات بهذه الطريقه، وغادي تجيبها مسرحه قدام هكا. شتو مرة اليمين مرة اليسار. نجي عاوتاني نهبط شي شويه ما نهبطوش بزاف، يعني الا هبطنا بزاف غيبقى لينا واحد السباس الخاوي، اولا قربنا بزاف عاوتاني غيبقاو يتزاحموا لينا، يعني غيبقى من غتجي وحده فوق وحده غيدابزوا. نحاول ما امكن هكا دائما نسرح ونشوف الحد ديالو فين كاين، ونخرج الابره ديالي. مرة اليمين مرة اليسار نفس الطريقه، غادي نجي نديرها هنايا هكا، ناخذ عاود 5 الحبات الجوهر مهرس. يعني كما كتشوفوا دابا انا خدمت معكم هالطريقه هذه مختلفه على هالطريقه هذه،
واللي جاتكم سهله ديروها. يعني انا عطيتكم جوج طرق واللي جاتكم سهله ديروها. نفس الطريقه غادي نجي ها فينا وناخذ كذلك خمسه الحبات. حاولوا ما امكن خذوا يعني العقيق يكون قد قد باش ما يجيناش واحد الفراغ، فهمتوني؟ هذا شويه واخا عنده تقريبا عبار حبه ماشي بحال هذا، شويه هذا مقاد، هذا واحد شويه كاين حبات صغار وحبات كبارين، ولكن الخدمه كتساعدكم. انا اش قلت لكم حاولوا تاخذوا العقيق اللي يساعدكم في الخدمه. غناخذ هنا عاوتاني خمسه الحبات ديال الجوهر هكا، ونجيبها عاوتاني قدامها هكا، كيجيو مقابلين وحده وحده وحده. شفتوا نفس الطريقه غادي نجي عاوتاني هنا ناخذ عاوتاني خمسه الحبات، يعني كنمشيو بهذه الطريقه راها سهله ماشي شي حاجه صعيبه. ناخذ خمسه ونسرح، دائما سرحوا وشوفوا فين، يعني الا حسيتوا شفتوا يعني ما وصلتش غنحيدوا الصغيورة العقيقه الصغيورة وندير وحده كبيره. غناخذ وحده طويله عليها. انتم راه بعض المرات كيكون ها انتم بعض المرات كيكون الجوهر راه حتى هو كيلعب الدور. نجي عاوتاني ها فينا ناخذ كذلك خمسه ديال حبات الجوهر مهرس هكا، ونقابلها معاها. غير ما ديروش اكثر من خمسه البنات، انا كنصحكم دائما الجوهر ما تكثروش اكثر من خمسه، غير خمسه بركه ما ديروش اكثر. غادي نجي عاوتاني هنا وناخذ كذلك خمسه الحبات ديال الجوهر. شفتوا بهذه الطريقه غادي نكملها، نحاول ما امكن باش ما يجيش فيديو طويل. هذا مكان ناخذ خمسه الحبات الجوهر ديالي المهرس ونكمل الخدمه ديالي ونجيبها ها فينا. نمشي الجهه الاخرى هكا، وغادي ناخذ تعاود خمسه الحبات حتى نكملوا، وما عمرنا نسدوا الورقه ديالنا بالعدد كبير، دائما كنقصوا. يعني بدينا بحال هكا خمسه، العدد الصغير هو نديروا فيه ثلاثه، يعني ثلاثه الحبات كاع، لا ماكسيمو اربعه ماكسيمو ثلاثه، يعني اربعه او حتى ثلاثه، قل منها ما ديروهاش. صافي غادي نجي عاوتاني هنا نكمل كما كتشوفوا. ها نتوما يعني حتى هكا كتجي بصراحه زوينه. ها ناخذ عاود خمسه ديال الجوهر، ما بغيتش نزرب الفيديو ولا هكا باش كاع الاخوات حتى هما يفهموا الدرس بالنسبه للبنات المبتدئات، البنات اللي بغاو يتعلموا العقيق وقالوا لي عفاكي ديري لنا غير بشويه باش حنا نفهموا. على دائما انا تحت الطلب ديالكم. نجي عاوتاني ها فينا ونسد كذلك، ناخذ خمسه الحبات الجوهر المهرس ونجيبها مقابله معاها هكا. نجي عاوتاني ها فينا تحت منها شويه كما كتشوفوا، ناخذ خمسة الحبات ديال الجوهر المهرس هكا، ونسرح الخدمة ديالي. دائما بقا ديرو هكا هكا. نجي عاود هنا كذلك ناخد خمسة الحبات ديال الجوهر المهرس هكا، راها ساهلة البنات راه ماشي شي حاجة صعيبة هكا، ما تخافوش. نجي نقابلها معاها هكا ونجي الغرزة الأخيرة اللي غادي نسدها، غادي ندير غير بعض الحبات صافي، يعني رشمة راها صغارت لينا، وغادي ندير أربعة الحبات ديال الجوهر. هانتوما نحاول نشوفو ندفعو ونجيبو الحد ديالها هاكا. نفس الطريقة غادي نجي هنايا وغادي ناخد أربعة الحبات حتى هما، ماشي هنايا سدينا بربعة ونسدو هنا بثلاثة، لا البنات إلا كملنا بربعة نتا هنا نلاقيوها بربعة، كملناها بثلاثة نلاقيوها بثلاثة صافي. غادي نجي مقابلة معاها وها حنا كملنا الزواقة ديالنا. شتو دابا غادي نعقد الخيط ونوريكم الطريقة. هنا البنات بغيت ندير معكم واحد التجربة مباشرة بالشيشوار، هاد ستيلو هذا بالشيشوار البنات هانتوما غتشوفو مغيبقاش هاد الكحولية اللي في الجناب. أنا غادي نشعل الشيشوار شتو مبقاش حتى هنا راه تمسح، لاحظتوها راه كيتمسح واش قلت لكم كيتحيد ها مكاينش.
يعني هذا باش نجربوه لكم وقدامكم، هذا خاص بالششوا، خاص بالششوا. والله والله ما غندير المونتاج، خاص يعني السخونيه يعني كيتحيد. انا غنعاود الشوكه كما شفتوا راه مشى، غادي نعاود الستيلو ديالي. هذا البنات راه قلت لكم كيتباع عند مالين لوازم الخياطه. وغندير السطر الفوقاني، انا غادي نحاول ناكد لكم باش تشوفوا. ها مشى الششوار، هو كيبغي السخونية البنات، ها شتي ها هو مشى صافي. دابا غادي نعاود نرسمو ونرجع معكم. نبداو هنايا، غادي نجي هنا من التحت، غادي نبدا من التحت وما غنخرجش ليبره ديالي البنات في وسط ديال الرشمه، غادي نجي في الجنب ديالها هكا ونخرج ليبره ديالي. غادي نهز ثلاثه الحبات، غنطلع بثلاثه يعني غنبدا بثلاثه ونسرحوا البنات هكا، شوفوا معايا هكا ونجي لحد ديالها. راه الطريقه سهله باش طلعنا باش هبطنا. نجي عاود، بغيتوا الطريقه كيما وريتكم النص اولا بغيتوا ديروا كيما داير هذا بحال بحال. غادي نجي عاود هنا فوق منها اي شويه من بعد هكا ونخرج ليبره ديالي. هنا غادي ناخذ اربعه الحبات حيت بديت ساليت بثلاثه، هنا غنبدا باربعه الحبات وغنسرح كما كتشوفوا الخدمه ديالي بحال هكا. وغادي نجي نحط هكا نفس الطريقه، نطلع غير شويه ما كنبعدوش بزاف وما نقربوش بزاف. وغادي ناخذ هنا، غادي ناخذ خمسه الحبات ديالي، هنا غناخذ خمسه ما غاديش ناخذ اربعه حيت غدا وكتكبر لينا الرشمه. نفس الطريقه البنات كنجيو هكا نسرحوا الحد ديالها يعني وكنطلعوا. نجي عاود هنا تحت منها شويه. بالنسبه للعقيق راه كاين اختلاف، هذا ماركه وهذا الماركه اللي وريتكم، هذا الاسم ديالو جي سي هاش ا، وهذا الماركه اخرى هذه بحال هذه ديال الورده، ماشي ديال الورده، هذه بحال ديال الجناح، هذا الماركه هذا ديال الجناح بحال ديال الجناح. المهم هكا غنمشيو غناخذوا كذلك خمسه ديال حبات الجوهر. هذا شويه الجناب ديالو بحال اللي عيوج ما مقطعش مزيان، ولكن عنده تقريبا عبار واحد، غنطلع شي شويه ها فينا. الطريقه راه سهله، نجي عاود هنا حدا هكا غير بشويه من زربوشه البنات، ناخذ كذلك خمسه ديال حبات الجوهر مهرس هكا. والطريقه اللي قلت لكم هاد ستيلو راه زوين البنات، واخا ترشموه في شي لبسه ما تخافوش منه، راه دغيا كيتحيد، كي راه درتها لكم مباشره شي شوار. احنا طالعين طريقه سهله، ناخذ عاوتاني خمسه الحبات هكا، هذا راه ما فيش الجوهر كبير شويه، هذا صغير شويه على هذا. غادي ناخذ الرشمه ديالي نطلع عاوتاني غير بشويه، انا ما كنحاول دائما ما نتابعش البنات، انا خدامه وكنهضر وما نتابعش في التصوير، كنعتذر. كما قلت لكم خدموا غير بشويه عليكم، ما تسرعوش وما تزربوش، وانا الطريقه كندير لكم طريقه ديال الخاطر وديال المبتدئات، غير بشويه انا ما كنزربش عليكم، كنحاول نتمنى غير تستافدوا هذاك الشيء اللي بغيت. هكا نطلع عاود، انا التليفون راه ما كيبين ليش، مطرق عليا التليفون دائما، غتقاو في اي فيديو كنقول لكم هاد الهضره حيت التليفون فاش انا ملصقاه في هاد السيبور ودايراها في هاد المرمه هادي اللي راه مثبته بها المرمه ديالي، الاله العجيبه اللي مقابطه بالمرمه ديالي مغطي ليا الكاميرا هكا كما كتشوفوا. وطالعين بهاد الطريقه غادي ناخذ عاود كذلك خمسه الحبات ديال هاد الجوهر، وحنا غاديين غير بشويه هاك وكنطلعوا وناخذ عاود. وغادي نجي هنايا نحاول غير بشويه نخرج لي بره ديالي، ناخذ كذلك خمسه ديال الحبات ديال هاد الجوهر وغادي نطلع بها غير شويه. هنا غادي نحاول ما امكن غندير غير اربعه الحبات
حيت صافي بدات كتصغر ليا الخدمه ديالي. غير بشويه البنات وركزوا مزيان. هنا غادي ندير اربعه الحبات ديالي كما كتشوفوا، وهنايا غادي نخرج الابره ديالي وغادي نطلع باربعه هكا باربعه كما كتشوفوا. ناخذ اربعه الحبات وغادي نجي بها هكا في الراس ديال الرشمه ديالي نفس الطريقه باش طلعنا باش غنهودو. غادي نجي هنايا قدامها وغنخرج الابره ديالي وغناخذ اربعه الحبات ديال الجوهر مهرس، وغادي نلصقها مع الرشمه اللي مقابله معاها. يعني خديت اربعه غادي نجي نحطها قدام هذه اربعه هكا كما كتشوفوا، ونهبط عاود وناخذ كذلك كما كتشوفوا خمسه الحبات بشويه. حنا انا كنقولها لكم دائما البنات خدموا غير بشويه عليكم، بالنسبه للبنات المبتدئات غير بشويه عليكم ما تسرعوش. غادي نجيبها ها نتوما مقابله معها ها هي، وحنا نهبطوا نفس الطريقه حتى نكملوا الرشمه ديالنا. صافي غادي ناخذ كذلك خمسه الحبات ديالنا الجوهر اربعه ناخذ خمسه ونقابلها مع خمسه الاخرين، وحنا هابطين بهذه الطريقه. نجي عاوتاني احداها وحنا غاديين حتى نكملوا الزواقه ديالنا، وراها ساهله البنات ماشي شي حاجه صعيبه، راها ساهله وخفيفه. نكملها باش ما يجيش فيديو طويل، كنحاول ما امكن باش ما يجيناش الفيديو طويل. كذلك ناخذ خمسه الحبات وغادي نجي مقابله معها هكا، نجي عاوتاني هكا وناخذ خمسه الحبات ونكملوا الزواقه ديالنا سهله حتى كنكملوا نوصلوا لحد ديالها ثلاثه الحبات، يعني اخر حب الغرزه فيها ثلاثه الحبات. صافي نكملها ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. انتما الوزاد ديالنا كنحصلوا على هذا الشكل هذا صراحه الشكل يعني ساهل، الطريقه سهله يعني ثلاثه ديال الطرق، واللي جاتكم سهله ديروها. يعني كاني كنبداو بالنص نص، كاني كنبداو يعني الملي من اليسار وكنبداو من التحت ونطلعوا نهودو. صافي كنتمنى يعجبكم هذا الدرس، طبيعه الحال الى عجبكم ما تنساونيش باللايك ديالكم والبارطاج والتعليق الزوينه. شكرا لكم دائما ام ايمن كتموت عليكم داخل الوطن وخارج الوطن. كاين ان شاء الله شكيلات اخرين بالوريقات وغادي نخدموا معكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.